اهلا بحضراتكم مره تانية. معانا دكتور هاني الناظر استشاري الجلديه ورئيس المركز القومي للبحوث سابقا. دكتور هاني اهلا بحضرتك معانا في صباحك عندنا. صباح الخير. يعني ما فيش وقت انسب من الوقت اللي احنا فيه ده نتكلم عن الامراض الجلديه، واحنا في شهر رمضان، جو حر، الناس بتاكل كتير جدا وبتنسى تشرب ميه، فطبعا يعني حضرتك بقى تقول لنا الشهر ده مرتبط بامراض جلديه معينه؟ لا لا لا، ما اقدرش اقول ان رمضان مرتبط بامراض جلديه، بس الصيف مرتبط. يعني يمكن من اكثر الفصول اللي بنشوف فيها مشاكل جلديه عديده. يعني كمان حضرتك الرطوبه بدات دلوقتي ترتفع جدا، هي دي المشكله. رطوبه مع حراره، عرق، مشاكل كتير، اشهرها مثلا حمو النيل. يعني اليومين دول مشكله حمو النيل بدانا نشوفها بقى لنا اسبوعين دلوقتي، وبتزيد وهتزيد في الفتره اللي جايه. بس هو مش حمو النيل مرتبط شويه بالاطفال ولا لا الكبار؟ لا لا عادي يعني. لا طبعا، على حسب انا بعرق قد ايه. يعني ممكن انسان كبير بيعرق كتير، في ناس عندها ظاهره العرق كتير ده بيشتكي. وطبعا الاطفال لان يعني التمسيك زي عندهم مرتفع وحركتهم كتير هتلاقيهم بيعرقوا اكتر، فدي مشكله بتكتر اليومين دول. واحنا كمان بعاداتنا الخاطئه بنساهم في زيادتها. ايه بقى عاداتنا الخاطئه دي يا دكتور؟ دي اهم حاجه. اولا في حاجتين احنا ما بناخدش بالنا منهم، ان احنا ملبوساتنا اللي بنخرج بيها الصبح بتبقى غلط. يعني المفروض انا في الجو ده البس ملابس قطن 100%، ما ينفعش البس حاجه من خيوط صناعيه. لازم تبقى بيضه، الوان بيضه، لبني، لموني، روز، الحاجات الفاتحه. الاقي واحد خارج لابس اسود الصبح او كحلي او بني، واحده او واحده، طبعا دي بتزود الحراره في الجسم جدا، بتحتفظ بالحراره، فدي عادات خاطئه. كمان العاده الثانيه الشهيره بتاعتنا اللي احنا بنستحمى بايه؟ الناس بتستحمى بميه فاتره او دافيه. يلاقي درجه حراره بره 40 ويرجع يفتح ميه سخنه مع البرده تبقى فتره بيستحمى، ده غلط، دي تزود حمو النيل. انا عايز استحمى بميه ساقعه. هو مش انا لما بكون ملتهب بحط حاجه بارده على ايدي؟ تلج او حاجه. يبقى انا لازم شيء طبيعي ان انا استحمى بميه بارده. احنا بقى بنستحمى بميه فاتره فندفي الجلد اكتر فالظاهره تزيد اكتر. فيبقى من العادات اللي احنا لازم ننبه الناس عليها في الشهور اللي جايه دي بقيت يونيو. البسوا الوان فاتحه طول النهار، البس ملابس فاتحه، ملابس فاتحه، والاستحمام يكون بميه بارده او بارده، مش لحسن الناس تفتكر من الثلاجه. لا لا مش الدرجه دي. ناحيه اليمين في حنفيه. كمان يا ريت نستخدم صابون الجليسرين في الحمى. صابون الجليسرين حلو قوي عشان الجلد، ما بيعملش تهيج، ما بقاش انا مثلا عندي حمو النيل ولا جلدي. في انواع معينه دكتور ولا ده هيبقى اعلان؟ لا، صابون جليسرين. لا، صابون جليسرين دي مش غاليه يعني، دي في متناول كل الناس. ارخص انواع الصابون. انا دايما بتكلم عن حاجات لان ده مهم قوي انه الحاجات اللي احنا بنقولها تبقى في متناول كل الناس يقدروا ينفذوها بسهوله. وبعدين بقى في حاجه ما نعملهاش، ما نجيش في حاجه زي كده وعندنا التهابات في الجلد ونستخدم صابون في مواد مطهره، كبريت، في كلنا بنعمل كده، ديتول. لا ده غلط جدا، بيزود العمليه وله تاثير سام على الجلد. فاحنا مش عايزين نستخدم هذا الصابون اساسا، اي صابون في ماده مطهره خطا وخطر على الجلد. دي حاجات لازم ناخد بالنا منها. طيب يا دكتور الاكل بقى، يعني هل في اكلات معينه مثلا ممكن تاثر على الجلد؟ يعني هل مثلا انا الناس اللي بتحب تاكل حاجات حادقه، انا مثلا ضغطي واطي جدا فطول الوقت بضطر اكل حاجات حادقه، ده ليه علاقه بانه ممكن ياثر على في فرق بين المخللات والحاجات الحاده؟ يعني في ضغط ممكن ازود سنه ملح في الاكل. اوكي. انما بقى الترشي والمخللات والحاجات دي مع الصيام مش صح، واساسا هي بالنسبه للجلد صحة. بقى وبالنسبه للجلد طبعا الحاجات دي بتسبب جفاف في الجلد. فده مشكله. كمان عدم اكل السلطات الخضراء. السلطات الخضراء فيها ميه وفيها الحاجات مضادات الاكسده اللي احنا لازم لصحه الجلد ونضارته، مهمه جدا. فلازم اكل سلطه خضراء كل يوم، مش يعني ما انساهاش. كمان شرب الميه، يعني لازم اشرب يعني من بعد الفطار لغايه السحور كل ساعه كوبايه ميه، لان الجلد حياته ميه. يعني بعد في فتره الافطار كل ساعه لازم كوبايه ميه، غير المشروبات الرمضانيه. يعني برده ما فيش مانع تمر هندي، كركديه، خروب. المشروبات الرمضانيه مشكلتها بس انها سكر كتير قوي، فده ممكن. لا مش ضروري احط كمان سكر، احنا ليه احنا دايما نزود الحاجه؟ لا يعني نص معايا سكر، يعني الاعتدال في كل شيء كويس. كمان برده هو الناس يحبوا يحسوا بالحاجه طعمها حلو قوي او حادق قوي، يعني معظم الناس بيكونوا كده. بس حضرتك احنا في عادات كتير عندنا لازم، يعني زمان انا فاكر واحنا صغير كنا ايه نعيب على الاجانب، نقول ده لما بينزلوا يشتروا فاكهه بيشتري مستين اربعه وكلام من ده،
احنا بقى نشتري بالكيلو و2 كيلو، بقى اكتشفنا بعد كده ان هم صح. انا بشتري على قد حاجتي، ده حقيقي. انما احنا عندنا في مصر نبص نلاقي الناس تشتري 2 كيلو موز، ياكلوا 5 6 7 موزات والباقي يسود ويترمي. ده حقيقي. ونفس الكلام تبص هتلاقي بنرمي فضلات اكل كتير جدا. كتير جدا طبعا صح. اذا مش كل ثقافه عندنا كانت موجوده سائده زمان صح، وعلينا ان نغير نغير عاداتنا بشكل كبير، خصوصا في ولازلنا لغايه دلوقتي استهلاكنا للغذاء رغم الظروف اللي احنا فيها بنستهلك غلط. شوفي حضرتك كم البقايا الاطعمه اللي يعني جميع القمامه بيلموها. بيلموها ده حقيقي. طب دكتور احنا يعني الناس بداوا يتواصلوا معانا، معانا ام رامز من السويس. اهلا بحضرتك، صباح الخير، اتفضلي. صباح النور لو سمحتي. اتفضلي يا فندم. بصي انا ست كبيره. تمام. وعندي التهابات في راسي جامد قوي وطلعت لي فيها دمامل كتير. تمام اتفضلي كملي. هو ايه دي مشكله حضرتك؟ اه. طيب بص هنعمل ايه؟ اولا يعني ودي بقى لها المده دي بقى لها قد ايه حضرتك؟ بقى لها 20 يوم. 20 يوم. ورحت للدكتور قال لي ده بتاع دوت، قال لي ده حزام ناري. هي فروة راسي كلها ولا في نص فروة راسي؟ لا في راسي كلها. لا لا لو في الراس كلها معلش مش هتبقى حزام ناري طبعا. انت هتلاحظي ب 20 يوم يعني مع ارتفاع درجه الحراره بنعرق كتير، وطبعا فروه الراس من اكتر الحتت اللي بيبقى فيها عرق. عايزين نعمل ايه حضرتك؟ كل يوم لازم نغسل فروه الراس والشعر يوميا الصبح بميه بارده مش ميه دافيه. نستخدم ميه دافيه؟ افندم؟ ميه دافيه؟ ميه بارده. ميه بارده مش دافيه. مش دافيه. انا بغسلها بميه ساقعه وصابونه جرشلين. كويس ده رقم واحد. هنجيب من الصيدليه حضرتك، هتروح الصيدليه هتقولي له اديني الكريم اللي فيه حاجتين مع بعض. مضاد حيوي مع مضاد للالتهاب. في كريم فيه المادتين مع بعض. وباخد الكريم ده بدهن الدمامل دي الصبح وبالليل ان شاء الله 10 ايام ما يكونش فيه حاجه. ماشي ميرسي يا دكتور. تأمري يا فندم. شكرا ليك يا ام رامز من السويس. يعني انا ما بقولش اسماء ادويه. اه طبعا مفهوم لان ده هيبقى اعلان. اه هي لو راحت بتهالي صيدليه او كده وقالت له المكونات اللي حضرتك قلتها اعتقد هيبقى مفهوم، هيبقى مفهوم بالنسبه له. المرض الجلدي يا دكتور بيبقى عارض ولا ده يعني حاجه مستقره مع البني ادم بتروح مثلا في مواقف عندنا المرض الجلدي في امراض حاده وامراض مزمنه. امراض حاده زي ما حضرتك قلتي مرض عارض، اتعرضت مثلا في ناس بتاكل اكلات معينه جيلها حساسيه زي ارتكاريا فتظهر اعراضها تورم وهرش وكده، بياخد علاج في اسبوع بيخف. او زي ما كانت بتقول حزام ناري. أوه. ده فيروس ومنتشر الايام دي. ده بيكون سببه ايه يا دكتور؟ ده فيروس حضرتك. اه هو لازم الناس تفهم قصه الحزام الناري. الطيب اطفال الصغيرين بيصابوا بحاجه اسمها الجديري. كنت لسه هسال حضرتك انه في مرض يعني حاجه منتشره جديري. دلوقتي المال. شبه الجديري المائي. ما هو لما ينتشر مع الهربس زوستر اللي هو الحزام الناري لانه فيروس واحد. فلما بيجي الاطفال بيجي جديري بيعمل الطفح الشهير واسبوع بيخف وبيمشي الفيروس بعد كده يروح النخاع الشوكي بتاع الطفل ويسكن ويعيش فيه سنين بقى 20 30 40 سنه. لما يكبر وفي وقت من الاوقات يتعرض ل يعني يبقى في ضعف في المناعه يبدا ينشط يتحرك من النخاع الشوكي ياخد مسار عصب يمشي لغايه ما يوصل الجلد يبدا يعمل التهاب شديد ويطلع فقاقيه مائيه شبه الفقاقيه بتاعه الجديري ولكنها بتبقى في حته محدده ومؤلمه للغايه وبتبقى في نص الجسم لان هو ماشي على مسار عصب. اه طبعا. فماشي من ورا فهيجي مثلا في جنب اليمين ما يجيش في جنب الشمال ولو جه في جنب الشمال ما يجيش في جنب اليمين وبيقعد من اسبوعين لثلاثه وبيخف. طب وده ما فيش حاجه يعني تقضي عليه تماما؟ لا يعني حضرتك بتقول ان هو ده المفروض نتعايش معاه. لا مش لا هو لما بعالجه خلاص ما بيرجعش تاني. اه هي دي بتبقى الاصابه الثانيه والاخيره. اه بيجي مرتين يعني ده مرتين. موسم اتنين بس مرتين يعني بس في العمر مرتين. مره واحد صغير مره واحد كبير. طيب احنا معانا فاطمه من الاقصر. فاطمه صباح الخير. لو سمحتي ممكن اكلم الدكتور؟ الدكتور هاني سامعك اتفضلي. اتفضلي يا فندم حضرتك. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحتي دكتور انا عندي فطريات في الاصابع. بين الاصابع؟ بين اصابع القدمين. تمام. وليها مده طويله خالص وحاولت اخد لها اكتر من علاج وما فيش يعني بتخف شويه وبترجع تاني. هقول لك بقى هتعملي ايه بالظبط عشان ما ترجعلكيش تاني. ان شاء الله. رقم واحد اولا
بعد الوضوء دايما لازم ننشف كويس قوي بين الصوابع. وننشف بايه؟ بالورق اللي هو المدور ده بتاع الحمام، مش بفوطه قماش، لان الناس بتجيب فوطه قماش وتقول انا مخصصها للموضوع دون عشان ما يبقاش لحد تاني، وده غلط، لان انا بنشف بيها بين صوابعي باخد الفطر، اجي في مره تانيه انشف تانيه اروح مرجع الفطر تاني، الفطر موجود. فاذا مش هنستخدم فوطه قماش في التنشيف بين صوابع القدم، الورق اللي هو بتاع الحمام ده رقم واحد. اتنين، لازم المكان ده يبقى جاف باستمرار. اما العلاج بنروح الصيدليه نقول له اديني بودره فطريات واديني الكريم اللي فيه ماده مضاده للفطريات وماده مضاده للالتهاب. الصبح بحط البودره بين صوابع ايديا وعلى وش الرجل. الو، سامعاني حضرتك؟ ايوه. السلام عليك يا دكتور. لا ده انا بقى ده فاطمه سابتنا وحد تاني اكمل واسمع. دخل. حاضر حاضر. مين نكمل بس؟ هنحط البودره الصبح والكريم بالليل، اربع اسابيع ان شاء الله تنتهي مشكله الفطريات. حد تاني دخل. عبير من السويس. اهل السويس معانا، مركزين معانا النهارده. عبير صباح الخير. صباح النور يا فندم. اتفضلي دكتور هاني سامعك. لو سمحت يا دكتور، انا بقالي كذا يعني كذا شهر عندي مكان كحكة في راسي ديت، مكان الكحكة اللي ورا، هرش جديد جدا يا دكتور. كشفت كذا مرة، الدكتور يكتب شامبو بلسم مرهم فطريات كده، بس الحالة ما بتتحسنش، مقطعة شعري، هي المكان الدورية دي بس فقط. بعد يا دكتور أنا في حتة مدورة لونها أحمر. ما أنا مش عارفة، ما أنا ما شفتهاش يا دكتور. طيب لما بتهرشي فيها، لما بتهرشي فيها مقطعة، بس الشعر عمال يقع بطوله كله وناشف ومقطعه، يعني ما بنامش يا دكتور. طب اسمحي لي بس، اسمحي لي اتكلم معاكي. يعني اسمعي دكتور هاني، ركزي معايا. الحته اللي بتهرشي فيها لما بتهرشي بينزل قشر ابيض؟ في الضوافر بلاقي حاجات فطريات بسيطه كده يا دكتور. مش فطريات، قشر ابيض. لا يا دكتور، لا اصل الفطريات ما بتتشافش يا بنتي. لا ما انا بلاقي ساعات يعني ممكن حاجه بسيطه، بس هي نظيفه يعني ما فيهاش حاجه. أنا هي الحته دي بس اللي بهرش فيها دكتور بطريقه وحشه قوي. طيب بصي، هتروح الصيدليه هتقولي له اديني النقط اللي فيها ماده البيتا ميثازون. احفظي او اكتبي. انا مربع يا دكتور مش غلط على. لا 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 اسمها ايه تاني؟ اسمها تاني ايه يا دكتور اسمها بعد اذنك؟ بيتا ميثازون، دي نقط. بيتا ميثازون. اكتبيها يا عبير عشان النقط دي بنقط نقطتين الصبح على المكان ده وبالليل، وبدعك ان شاء الله اسبوع عشان تاني مش هيكون في حاجه. شكرا ليك يا عبير، يا رب تكوني كتبتي الاسم لانه يعني اسم طبي صعب. هي قالت يا رب يكون معانا. مجدي من الجيزه. استاذ مجدي صباح الخير. اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. دكتور هاني نقدر اكلمه لو سمحت؟ دكتور هاني مع حضرتك. اتفضل. اه معاك تحت امرك. والله يا دكتور انا لسه، انا اسف بس، هو حضرتك بيطلع لي زوائد جلديه. ودلوقتي حضرتك اكتشفت في اولادي، بس انا تطلع لي في الاماكن اللي هي فيها تانيات. بيبقى لونها بني، لونها بني مدلدله كده. ايوه اللي هي تبقى زي جلد اكنه ميت. حضرتك بص يا حبيبي، دي لازم تتشال. علاجها الوحيد ان احنا بنشيلها يا اما بالكي او بالليزر افضل. المشكله حضرتك ان هي منقوله دلوقتي للاولاد وتطلع لهم في وشهم. لا بس هنا بقى جايز يكون من الزوايد اللي في الوش بتاعت الاطفال، لونها ابيض ولا برضه بني؟ لا هي يعني لو سبتها، انا بشيلها حضرتك، بس انا لو سبتها بتتحول للون البني. يبقى لازم تتشال بالليزر. انت بتشيلها بايه؟ حضرتك انا يعني وديتها للدكتور برضه وبشيلها جراحه. لا لا بعد ما تشيلهاش جراحه تاني. تشيلها بالليزر، يعني تروح لدكتور امراض جلديه هيشيلها لك بالليزر. ليه يا دكتور ما يشيلهاش جراحه؟ الجراحه ممكن تسيب اثر. الليزر مش هيسيب اثر. فالليزر هيقضي عليها تماما. معانا خلاص كده يا دكتور، يعني قلت المطلوب لمجدي. تمام. معانا ام جودي من الجيزه. صباح الخير يا فندم، اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. ازي حضرتك؟ اهلا بيكي دكتور هاني، سامع حضرتك، اتفضلي. ايوه يا دكتور، ازي حضرتك؟ بخير الحمد لله. لو سمحتي يا دكتور، انا عندي دلوقتي 29 سنه. وانا صغيره كان عندي مرض اسمه خفيق وليه. تمام. المرض ده اللي هو زي بقع الشاي. عارف. وبعدين اتطور للمرحله المتاخره بقى اللي هو يطلع كلاكيع كده كور فوق الجلد. فجسمي كله بقع وكله بقى اللي هي الكلاكيع الكور دي. هقول لك حضرتك، دي علاجها الوحيد بتتشال بالليزر، وفي مكانين ممكن تروحيهم.
هتروحي جامعه القاهره بتتشال بالليزر حضرتك. بالليزر؟ اه وهقول لك تعمليها فين حضرتك. اصل انا يعني احنا نسينا فقالوا ملوش علاج خالص، هو جين معطوب يا فندم. اسمعي الكلام بس. نقل لبنتي يعني. حاضر. انا اول كان عندي ولد ولقيته سليم. سامعك. كملي يا مجودي سامعينك. ايوه انا مع حضرتك. فهو يعني بنتي اتنقل لها يعني، فانا فوجئت ان هو بيورث. انت حاجه دلوقتي ان ده جين وان ديت يعني حاجه من عند ربنا. انت حاجه دلوقتي طلباني عشان تقولي لي ايه العلاج، فلما جيت اقول لك العلاج قلت لي لا ملوش علاج. طب انت طلباني ليه؟ هي بتقول اللي انا بساعدك. اللي قال لها من. طب ما انا بقول لها. احنا سالنا وحد في المانيا كمان، انا وانا صغيره كنت في المانيا فقالوا لنا ملوش علاج. طيب ام جودي اسمعي دكتور هاني للاخر، لانه مش بالضروره ان اللي اتقال لك قبل كده يكون هو الصح المطلق. ايوه انت يعني طلباني عشان تعرفي الحل. يعني اسمعي كلام تاني او وجهه نظر تانيه. هتروحي ما العلاج؟ الحاجات دي بتتشال بالليزر حضرتك، فهتروحي جامعه القاهره المعهد القومي للليزر، او تروحي المركز القومي للبعوث عياده الليزر، وهم هيشيلوا لك الحاجات دي باذن الله. دي حاجات بتكون تكلفتها عاليه يا دكتور ولا متاحه؟ لا دي جهات اللي بقولها جهات حكوميه حضرتك. يعني الموضوع جهات حكوميه ده معناه ان هو هياخد وقت طويل بقى علشان؟ لا 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 خالص لا. الموضوع بيبقى سهل ميسر يعني. طيب معانا كمان كريم من القاهره. استاذ كريم صباح الخير اتفضل. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. بتشرف فيك وبتشرف بالدكتور. دكتور هاني سامع حضرتك يا فندم اتفضل يا استاذ كريم. كنت عايز اساله اتفضل. اتفضل انت على الهواء اسال على طول. طب يا دكتور بعد اذنك انا عندي 17 سنه. وكان عندي في وشي زي حفر بس مش وخرابيش، بس هي مش خرابيش. بص يا كريم بعد اذنك يعني وطي التلفزيون او اقفله خالص يكون احسن، واحنا هنبقى عشان نبقى سامعينك كويس. اتفضل. ماشي. فعندك حفر في وشك. وخرابيش بس مش سامعك والله. انت يا كريم اقفل التلفزيون عشان نبقى سامعينك. اتكلم من التليفون احسن. ماشي. في وشي فيه زي ما تقول حفر سودا. ايوه. وخرابيش بس ممكن اعرف علاجها ايه؟ دي بنعمل لها حاجه اسمها التقشير. تقشير بيقلل الحاجات دي خالص بنسبه على الاقل 70 80%، واحيانا بنعمل ليزر. فممكن ده او ده على حسب الحاله، انما ان شاء الله تبقى كويس وتروح الحاجات دي من عندك يعني. دكتور هاني الام جودي المداخله اللي قبل كريم على طول قالت ان المرض انتقل لبنتها، هي الامراض الجلديه وراثيه؟ في طبعا في جزء من الامراض الجلديه وراثيه، مش كل الامراض. يعني في بعض الامراض الجلديه. ده كلام خطير جدا يعني ليه؟ حاجه تخوف الحقيقه. هي بصي الحقيقه دي مشكله، وانا بقالي مده بنادي منها وبنبه الناس، دي بتبقى سببها زواج الاقارب. عندنا في مصر الامراض الجلديه سببها زواج الاقارب؟ مش كل الامراض الجلديه، الامراض الوراثيه. وجدنا ان كثير جدا من الامراض الجلديه المزمنه ناتجه عن زواج الاقارب. زواج الاقارب مشكله كبيره في مصر، لانه بيسبب العديد من الامراض سواء الجلديه او غير الجلديه. وانا بناشد ان احنا نعمل حمله قوميه لتوعيه المصريين من خطوره زواج الاقارب. زواج الاقارب بينتج عنه مشاكل صحيه عديده، منها مشاكل في الجلد، يعني مرض قشر السمكه وامراض كثيره جدا، ومعظمها امراض مزمنه، مش معظمها كلها. اكيد. فطبعا في قطاع من الامراض الجلديه بيبقى وراثي، خلل جيني وبيبقى وراثي. طبعا في كتير مش قليل يعني. طيب بالنسبة لمداخلة كريم حضرتك يعني اتكلمت على الزوائد اللي بتكون في الزوائد اللي هي خاصة بالزوائد ولا خاصة بالخرابيش والحفر؟ الخرابيش والحفر اللي في الجلد دي حاجة منتشرة اعتقد مرتبطة بسن المراهقة اكتر يعني. طبعا الناس للأسف اللي بيبقى عندها حب الشباب وما بتاخدش بالها وتقعد تلعب في الحبوب بصوابعها او بضوافرها او بقلم، تلاقي الولد قاعد بيذاكر وماسك قلم عمال بيلعب في الحفر او بضوافر، دي بتسيب حفر ودي بتبقى مشكلة. ودي ليها كذا وسيلة علاجها، منها التقشير أو الليزر، أو أحيانا لما في ساعات بتبقى حفر عميقة بنحقنها بالفيلر عشان نملى المكان. الليزر هنا ما بيعملش حاجة، كل ما بتبقى مسطحة الليزر بيقدر يشيلها، بيقدر يقضي عليها أسرع. عميقة تحت بندي فيلر. فدي نتيجة أعداد خاطئة، أو طبعا ممكن نتيجة جروح، يعني واحد اتخبط اتعور ممكن تسيب أماكن علامات في الوش. طيب قشر الشعر بقى يا دكتور، يعني دي مشكلة الستات والرجالة طول الوقت. دي ظاهرة من الظواهر طبعا، بتزيد في الشتاء لما في ناس بتبقى عندهم الشتاء بتبقى فظيعة، ودي نتيجة افرازات مادة سيبة او مادة دهنية بتبقى في فروة الراس كتير.
انا الحقيقه عملت لها تركيبه كويسه جدا بعيد عن الادويه واسعارها، وحطيتها على صفحتي على الفيسبوك. يعني لو اي حد حضرت تقولها لنا سريعا كده التركيبه دي. هي يعني عباره عن ماده اسمها ساليسيليك اسيد بنسبه 1 مع ماده اسمها زنك اوكسايد بنسبه 5، وبيضاف ليهم ماده اسمها بروبايلين جلايكول 100. دي اصلها حاجه علميه فعلا. بس ده كلام صعب قوي يا دكتور. عشان كده تسالي مش هينفع. عشان كده انا كاتبه، انا كاتبه على الروجيتا بتاعتي. طب سؤال، هو انا لو رحت صيدليه هلاقي المكونات دي موجوده؟ حضرتك لو دخلتي على صفحتي على الفيسبوك من اسبوع 10 ايام هتلاقيني انا كاتبها في روجيتا ومصورها سكرين شوت وحاططها على الصفحه. حضرتك تعملي لها سكرين شوت وتروحي الصيدليه تقولي اعمل لي التركيبه دي. فده يعني صيدليه تكون فيها؟ اي صيدليه بتعمل تركيبات. تمام، مفيش مشكله. يعني برجها وباخد بايدي وبدعك فروه الراس وبسيبها على فروه الراس مرتين في الاسبوع بدها القشر بعيد عن الادويه. هحاول ادخل على صفحه دي. حضرتك بقى وننقل للناس التركيبه. انا بكتب دايما الحاجات الرخيصه السهله المتاحه للناس. معانا كمان دلوقتي محمد من الدقهليه. محمد صباح الخير، اتفضل. صباح الخير يا فندم، ازي حضرتك؟ اهلا بيك دكتور هاني. سامح حضرتك، اتفضل. دكتور هاني بعد اذنك. اتفضل دكتور هاني. سامح حضرتك، اتفضل. اهلا بيك، ازيك يا دكتور؟ ازي حضرتك؟ بخير الحمد لله. انا محمد من الدقهليه، وكنت دايما ما اجي اخش اعمل الشاور اخرج من الحمام الاقي ظهري بياكلني لمده 10 دقائق كده. ده انا دي كتير بقى. دي ظاهره الحقيقه بيعاني منها كثيرين. ده مش مرض، ده ناس كتير بتعاني من كده. يا ريت ان احنا نستحمى بميه بارده، ميه بارده مش فتره. بلاش تستخدم الليفه في الاستحمام، واكتفي بصابونه الجليسرين حضرتك. يعني نستحمى بميه بارده، صابونه جليسرين نغسل بيها الجلد وكفايه. ان شاء الله الظاهره دي هتقل، انما بقى اطمنك دي حاجه مش مرضيه. يعني تحت امرك. معانا كمان عبد العزيز من الدقهليه. صباح الخير استاذ عبد العزيز، اتفضل. صباح الخير، السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. سلام طيبين. وحضرتك طيب. ممكن اكلم الدكتور لو سمحتي؟ دكتور هاني مع حضرتك على الهواء، اتفضل. اتفضل. دكتور لو سمحت يا دكتور، عندي ولد بيطلع في وشه بقع بيضه كده. عالجناها قبل كده بتروح وبترجع تيجي تاني. قالوا ده في اميبا وعنده انيميا وكده وحاجات زي دي. عنده 8 9 سنين كده؟ لا، هو هي بتجيله وهو عنده 7 8 9 سنين، دلوقتي عنده 14 سنه. تمام. وراحوا ودانا المستشفى اديله برضه مرهم وحاجات زي دي واديله حبوب، قال لي حللي له انيميا وحاجات زي دي، بس وقع بيضه بتيجي في ساعات تخف وساعات تيجي وساعات تيجي في وشه بس يعني وكده. لا، احنا دلوقتي الحاجه دي اسمها النخاله البيضة. دي حاجه معروفه بتيجي للاولاد، واحنا اكتشفنا حديثا انها نوع من انواع الحساسيه. رقم واحد، مش عايزينه يتعرض للشمس كتير، لان التعرض للشمس لانها بيزودها قوي. نمره 2 قالوا كده صح. فما يتعرضش للشمس خالص. 2، هتروح حضرتك الصيدليه هتقول له اديني الدهان، ركز معايا، اللي فيه ماده التاكروليماس. ماده التاكروليماس؟ تاكروليماس. التاكروليماس. اخرها سين. ده دهان. تاكروليماس. صح كده يا دكتور؟ صح. بيدهن البقع البيضاء مره الصبح ومره بالليل. ان شاء الله 4 اسابيع تروح ويبقى زي الفل. ماشي يا دكتور، جزاك الله خير. جزاك الله خير. تحت امرك. ماشي. هل يا دكتور في انواع معينه من الجلد بتكون اكتر اصابه او عرضه اكتر للاصابه بالامراض الجلديه، ولا كل الانواع عادي يعني؟ لا طبعا، البشره بتختلف. يعني الناس ذوي البشره البيضاء عرضه لمشاكل اكتر من اصحاب البشره السمراء. يعني طبعا اصحاب البشره البيضاء قوي عليهم الا يتعرضوا للشمس نهائي، لان دي تمثل خطوره عليهم الحقيقه. بس ده صعب قوي يا دكتور. لا، نحط نلبس كم طويل، نمسك شمسيه. دايما انا بقول اسمها شمسيه مش مطريه، هي مش عشان مطر، عشان الشمس. امسك شمسيه، ممكن الناس القادره تحط كريمات للوقايه. دلوقتي بقى في حاجات مصر رخيصه، يعني زمان كانت كريمات للوقايه من الشمس على قصر على الطبقه الغنيه لانها غاليه مستورده. دلوقتي في شركات مصريه بتصنعها باسعار يعني معقوله جدا يعني، فممكن تستخدم الواقيات. فاصحاب البشره البيضاء لابد ان هم يحموا جلدهم من الشمس جدا. اصحاب البشره السمراء محظوظين، عندهم ميلانين اكتر فبيحميهم من اشعه الشمس فبيبعد عنهم امراض. طيب دكتور، انا دلوقتي فاضل لي على الهواء دقيقتين، يعني اخر سؤال بقى، الاطفال لازم ناخد بالنا جدا من الاطفال. ازاي يعني نعمل ايه علشان نحميهم؟ وطبعا يعني في الحر اللي احنا فيه ده، الشمس، ما ينفعش طفل يخرج غير برنيطه على راسه، ولد او بنت، لازم برنيطه كبيره
زي كنت عمرنا زمان واحنا اطفال كانت والدتي تجيب لنا برنيطه كبيره نلبس، فلازم برنيطه لازم شمسيه، نلبسهم حاجات فاتحه، يستحموا كتير، ميه بارده. بقول للامهات اللي عندهم اطفال صغيرين رضع، يعني بقدر الامكان في البيت بلاش البامبرز كتير في البيت، نقلل شويه، نستخدم حاجات قطن. محلول الكلامينه اللي موجود في الصيدليه لطيف قوي، بعد الحمام برضو الميه البارده بصابون الجليسرين اجود محلول الكلامينه وارجه وبمس بيه الجلد فبيبقى ملطف. يشربوا ميه كتير، نبعد عن الشمس بقدر الامكان، دي حاجات مهمه. برضو الناس هتبدا الاسبوع اللي جاي تروح بقى المصايف، تنزل البحر، بيخافوا على شعر الولاد من الكلور ومن الحاجات دي، بنعمل حاجه بسيطه قوي، بنجيب زيت، زيت لوز مثلا حلو، بندهن بيه الشعر، وللبنات الكلام ده والسيدات، فبيحميهم من تاثير الكلور في الميه او من تاثير الشمس او الميه المالحه. زيت لوز حلو على الشعر واحنا نازلين، لانه بيكون طبقه عازله فبيحمي الشعر قوي من الحاجات دي. طب معلش يا دكتور، بما اننا بقى في رمضان، يعني المنتجات اللي بتتباع في الشارع زي التمر الهندي مثلا وما الى ذلك، يعني ده بيأثر في حاجه علينا؟ اي حاجه في الشارع ما تنفعش. انا يعني ما ينفعش يبقى في الشارع وفي تراب العربيات بتطلعه وفي عوادم شكمانات العربيات. هي بس الفكره يا دكتور انها سعرها يعني في متناول كل الناس، يعني انا معاكي بس لو اضمن ان هي يعني ممكن ب 2 جنيه يجيب تمر هندي، لو مقفوله ومتغطيه ونظيفه، ما هو معلش انا ممكن اجيب حاجه رخيصه. هنضمن منين بس يجي لي مرض يكلفني مئات؟ فالوقايه خير من العلاج. يعني الحاجات دي ممكن تعملي مشاكل صحيه. بتأثر على الجلد كمان؟ لا لا، على الصحه بصفه عامه. طبعا الجلد اخر حاجه، انما خطر على الصحه. دكتور هاني شكرا جدا لحضرتك، يعني كنت مبسوطه جدا بلقائنا النهارده. دكتور هاني الناظر الاستشاري الجلديه ورئيس المركز القومي للبحوث سابقا. خلصت حلقتنا النهارده من صباحك عندنا، اشوفكم بكره على خير باذن الله. صباحكم خير ويومكم حلو ان شاء الله. تحياتي، كنت معاكم داليا ابو عمير.